بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد إبراهيم. هنتكلم النهاردة على نظرة عامة على إعدادات أي راوتر. معانا النهاردة راوتر لينكسس A900، هنشوف إزاي ندخل على الإعدادات الخاصة بالراوتر. عشان ندخل على صفحة إعدادات الراوتر محتاجين نعرف الـ IP الخاص بالراوتر، فعشان نعرفه بنضغط على من الكيبورد على مفتاح الويندوز والR، وبعدين نكتب CMD وبعدين انتر. ده هيشغل الكوماند برومبت، بنكتب فيه ip config، وبعدين اضغط على انتر. وهدور انا موصل الراوتر على ايه، لو موصله على واي فاي ولا موصله عن طريق كابل انترنت. فانا هنا موصله على الكابل انترنت، فهبص على الايثرنت ادابتر هنا وهشوف الديفولت جيت واي. الديفولت جيت واي 192.168.1.1. هكتب ده في شريط العنوان في اي براوزر، سواء جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر. هروح للمتصفح 192.168.1.1 وبعدين اضغط على انتر. هنا بيقول لي دخل اسم المستخدم وكلمة المرور. معظم الراوترز بيبقى الاسم المستخدم ادمن وكلمة المرور ادمن، الا اذا انت غيرتها. وممكن تبص على الراوتر من الخلف او من تحت، بيبقى مكتوب عليه اسم المستخدم وكلمة المرور. هدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وبعدين اضغط على لوك ان. كده انا دخلت على الفيرموير الخاص بالراوتر. والفيرموير الخاص بالراوتر هو نظام تشغيل الراوتر. هنا مكتوب سيسكو ومكتوب لينكسز A900. بينقسم اعدادات الراوتر الى تابس: سيتاب، وايرلس، سيكيورتي، ابلكيشن اند جيمنج، ادمنستريشن، ستيتس. في حاجات معينه بتهم كل الناس او اغلب الناس. في الاول السيتاب انترنت كونكشن تايب، في هنا موجود عندي اكتر من اختيار، بحدده على أساس الإعدادات اللي موجودة على المودم. الراوتر ده بيكون متصل على المودم بكابل إنترنت، وعلى حسب الإعدادات اللي موجودة على المودم. لو الـ DHCP اللي هو الاختيار الأول عندي هنا، لو الـ DHCP متفعل على المودم وهو المسؤول إن هو يدي IP address لكل جهاز متصل على الشبكة، لو متفعل على المودم هختار هنا الاختيار الثاني اللي هو الـ Static IP، والعكس صحيح. الحاجة التانية اللي تهمنا هي الوايرلس. في الوايرلس بضبط إعدادات شبكة الواي فاي. إيه اسم شبكة الواي فاي؟ Network Name SSID. فأقدر إن أنا أحط أي اسم هنا زي ما أنا عايز. بكتب الاسم اللي أنا عايزه وبعدين أضغط على Save Settings. الحاجة التانية اللي تهمني الوايرلس سيكيورتي. بروح على الوايرلس سيكيورتي، هنا مكتوب disabled يعني مفيش كلمة مرور. بختار أفضل حاجة اللي هي WPA2 personal، أضغط عليها وبعدين بدخل كلمة المرور لشبكة الواي فاي. وبعدين Save Settings، أضغط على Continue. كده غيرنا اسم شبكة الواي فاي والباسورد الخاصة بشبكة الواي فاي. الحاجة كمان اللي تهمنا هنا اللي هي Administration، أضغط على Administration في Administration أو إدارة الراوتر. الحاجة اللي تهمني هنا هي الراوتر باسورد. عن طريق دي أقدر إن أنا نحط كلمة مرور مختلفة عن الأدمن، عشان مش أي حد يقدر يدخل على صفحة الراوتر ويغير في الإعدادات الخاصة بالراوتر. دخلت الباسورد للراوتر جديدة وبعدين أضغط تحت، أنزل تحت عن Save Settings وأضغط عليها. دلوقتي لما غيرت الباسورد بيقول لي دخل يوزر نيم. اليوزر نيم هو أدمن، والباسورد اللي أنا حطيتها دلوقتي من شوية، وبعدين Enter. كده خلاص
غيرنا كمان كلمة المرور للدخول على صفحة الراوتر. كمان يهمني في الادمنستريشن فاكتوري ديفولتس، اي راوتر بيبقى معاه زرار ريسيت. الريسيت ده انا كل الاعدادات اللي انا غيرتها دلوقتي، اسم شبكه الواي فاي وكلمه المرور الخاصه بيها وكلمه المرور الخاصه بالراوتر، لو انا ضغطت على زرار الريسيت في الراوتر في الحاله ديت بيرجع كل الاعدادات زي ما كان جاي لسه من المصنع ويلغي كل الاعدادات اللي انا عملتها. برضه هنا طريق صفحه الراوتر تقدر من الفاكتوري ديفولتس، لو ضغطت على ريستور فاكتوري ديفولتس بيرجعني تاني مره لاعدادات المصنع. اللي بيهمني كمان في الادمنستريشن تاني اللي هو الفيرم وير ابديت او ابجريد، ده لو رحت على الموقع الخاص بالشركه المصنعه للراوتر اللي هو linksys.com، ببحث على اسم الراوتر اللي هو linksys e900 فيرم وير ابديت. لو في فيرم وير تم اصداره بمميزات او بخصائص تدي امكانيه اقوى للراوتر، اقدر اعمل له تحميل وبعدين اختار هنا تشوز فايل واعمل ابديت للفيرموير الخاص بالراوتر. الحاجه الاخيره اللي تهمنا في اعدادات الراوتر اللي هي ستيتس، وستيتس معناها الحاله الخاصه بالراوتر، يعني ايه هو الفيرموير، الفيرجن الخاص بالفيرموير، كمان الماك ادرس، كل الاعدادات الثانيه ان هو شغال دي اتش سي بي، هو متصل على الانترنت ولا مش متصل. اخر حاجه اللي هي البورتس او المنافذ، بشوف هو اي بورت متصل دلوقتي في الراوتر، فهنا بورت رقم 2 هو متصل عليه في عن طريق الكابل الانترنت. ودي اخر حاجه النهارده معانا في الحلقه، اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقه النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا على لايك اسفل الفيديو، اللي عنده اقتراح او استفسار او تعليق يقدر يكتبه في الكومنتس اسفل الفيديو، تقدروا تشاركوا الحلقه ديت مع كل اصدقائكم، ولمزيد من الفيديوهات وشروحات اتمنى تشتركوا معايا في القناه بالضغط على سبسكرايب اسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.